أصينا معكم في ساعتنا الأولانية من آخر النهار، برنامج تقعدوا معنا على امتداد سواتي من زمان حتى للسبعة متاع العشية. نسلم عليكم من توما، كان فاتتكم الأخبار والتصريحات والضيوف تلقاوها تلسويت في الركاب دو جور. الركاب دو جور، الركاب دو جور، ريكاب لليوم. مرحبا. أكدت الدكتورة جليلة بن خليل الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لدى حضورها اليوم في برنامج ميديميد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد، وأن عدد التحاليل الإيجابية في ارتفاع من 0.5% إلى 2.5%، وأوضحت أنه تم رصد 10 إصابات جديدة بمتحور أوميكرون سريع الانتشار في تونس، وتابعت أن المتحور أوميكرون سريع التفشي وأن نسبة العدوى تساوي 3 مرات متحور دلتا. كما أضافت جليلة بن خليل أنه لا داعي للغلق أو التوجه للحجر الصحي الشامل، مضيفة أن الوضع الوبائي الحالي لا يتطلب جرعة رابعة، وهو ما يسمح لنا بالسيطرة على انتشار المتحور الجديد أوميكرون دون اللجوء إلى الإغلاق. كما أضافت أن تونس كانت قد اتخذت إجراءات مشددة في مختلف المعابر الحدودية والمطارات مكنت من اكتشاف الإصابات الوافدة، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية وعلى توخي الصرامة في تطبيقها. عقدت رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر ندوة صحفية بمدينة الثقافة لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022. هذا وأكدت وزيرة المالية سيهام بوغديري أن ميزانية الدولة لسنة 2022 ستبلغ 57,261 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 3.2% مقارنة بالقانون التعديلي لسنة 2021، مؤكدة أن عجز الميزانية لسنة 2022 دون اعتبار الهبة بلغت 9,308 مليون دينار، أي بنسبة 6.7% من الناتج الداخلي الخام. كما أشارت أن عجز الميزانية باعتبار الهبات سيبلغ 8,547 مليون دينار، أي بنسبة 6.2% من الناتج الداخلي الخام. وأكدت أن الدولة سوف تقترض سنة 2022 19,983 مليون دينار، منها 7,331 مليون دينار كاقتراض داخلي في إطار احتياجات الدولة، مشيرة إلى أن الدين العمومي لسنة 2022 سيبلغ 142,114 مليون دينار، أي ما يمثل 82% مقارنة بالناتج الداخلي الخام بعد ما كان في حدود 85% مقارنة بالقانون التعديلي لسنة 2021. أكد فريد بن شحا مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية في تصريح البرنامج موش تصبيح اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق منحرف يبلغ من العمر 27 سنة من أجل الاعتداء بالعنف الشديد ومفاحشة واغتصاب عجوز تبلغ من العمر 65 سنة تقتن بمفردها تحت التهديد بسلاح أبيض وتصويرها عارية. وأضاف بن شحا أن المنحرف يواجه عقوبة السجن مدى الحياة. من تونس نمشيو لمصر، وين أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصحوبية أو الصداقة بين الرجل والمرأة، والموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة. وأوضحت عبر سلسلة تغريدات على تويتر أن الشريعة الإسلامية سلكت طريقا وسطا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعا باتا بحيث تصير المرأة بمعزل عن الناس، ولم تفتح الباب على مصراعي في تعامل النساء والرجال. ويأتي منشور دار الإفتاء المصرية بعد تصريحات جدلية أدلى بها مجدي عاشور مستشار المفتي، قال فيها إن الصداقة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج لا شيء فيها، بشرط أن يحافظ الرجل على زميلته أو صديقته كحفاظه على أخته وعدم إيذائها في مشاعرها. كانت هذه ريكاب لليوم، قدمت لكم أمامة بن عبيدة. المشوار متواصل مع أسامة في برنامجكم آخر النهار. ريكاب دو جور، شكرا لأميمة بن عبادة على الحوصلة في أهم الأخبار وتصريحات والضيوف سواء كان في تونس أو في العالم. كيف فاتتكم الفيديو ذي تنجم تلقوها تتسويت على الباش فيسبوك راديو ميتيوزي ولا على شين يوتيوب امتعنا. شنو صار من أحداث في الألعاب الإلكترونية؟ نحكيه على المسابقات، نحكيه على الإصدارات عام 2021، سلسلة حلقات شلا باش تكون أبارتير من اليوم مع محمد أمين العياري شوية آخر في آخر انهار، وراجعين معاكم ما تبعدوش.